نعمل ايه النهارده؟ قلنا هنعمل الباستا فيتوتشيني الفريدو او مكرونه الوايت صوص بالفراخ والمشروم. اقول لكم المكونات بسرعه بتاعتها. محتاجين طبعا صدور فراخ متقطعه شرايح، كمان توم، ملح وفلفل، بابريكا وبصل بودره وتوم بودره، وزعتر مجفف، زيت زيتون اكيد، ومشروم، زبده، وجبنه بارميجانو اختياري، ممكن جبنه رومي لو مش عندكم. باستا فيتوتشيني او الشكل ده اللي انتم شايفينه قدامكم، اللي هو شرايط المبططه، وكمان كريمه او لبن وجوز الطيب، بقدونس مفروم للتزيين، وبس كده. هقول لكم مكونات المشروب بعدين، بس تعالوا نبدا في اول خطوه اللي هي تتبيل الفراخ. يلا نرمين، مش عايزه تساعدني صح؟ لا هساعدك والله. ماشي هساعدك. قول لي عايز اعمل يلا ايه. هنعمل ايه؟ هننزل الفراخ كلها هنا اهو. اوكي. وهنتبلها بالاتي، بكل طبعا التوابل. شفتي على طول من غير معلقه ولا اي حاجه. برنسيسه. وهننزل عليها شويه دقيق. ليه بنزل دقيق؟ في العادي في ايطاليا اللي بيعملوا الباستا البورو، هي اسمها كده في ايطاليا، ما اسمهاش الفريدو. لو طلبتوا الباستا دي في ايطاليا محدش هيعرف يقول لكم مين الفريدو، يعني اللي تقول له باستا الفريدو، انا عايز باستا الفريدو. اصلا عملتها اول ما رحت ايطاليا وعملت نفسي بقى ناصح قوي، لو سمحت قلنا باستا الفريدو، قال لي مين الفريدو؟ الفريدو ده اسم شخص. فقلت له ايه الوايت صوص دي؟ قال لي وايت صوص، يعني ايه اصلا؟ مفيش الكلام يعني ده. مفيش هناك في ايطاليا اصلا الموضوع، مفيش اصلا حاجه اسمها وايت صوص، مفيش حاجه اسمها الباستا. باستا البورو، البورو يعني بالزبده. اوكي. هي اصلا الحكايه بتاعتها احكيها لكم. الحكايه بتاعتها ان في ممثل وممثله امريكان مشهورين راحوا اكلوا في مطعم في نابولي او في نابلس في ايطاليا، وكان في الست صاحبه الراجل اللي هو اسمه الفريدو صاحب المطعم في نابلس، الست بتاعته مراته حامل. اوكي. فهي مش هينفع تاكل باستا تقيله، فعمل لها باستا بالزبده والجبنه بس كده. فسموها الفريدو على فهم لا هم بقى اتفصوا الامريكان الممثلين وقالوا له احنا عايزين الباستا اللي بتاكلها مراتك دي، شاوروا عليها. لو شكلها حلو، باستا لونها ابيض عادي شفاف وعليها جبنه وزبده بس. فدخل قال لهم ما ينفعش، دي مش في المنيو، دي مش حاجه، ده احنا بنعملها كده في البيت لما نكون جعانين، ملح وفلفل وشويه زبده ومكرونه مسلوقه عليهم شويه جبنه ويقلبوهم، فبتعمل صوص كده كريمي خفيف من الجبنه والزبده. فقال لهم لا، مش يعني مش مقامكم يعني بالمصري ان انا اعمل لكم نوع باستا سهل قوي كده. فقالوا له لا لا احنا عايزين دي، فدقوها واتجننوا عليها وقالوا لا احنا بعد كده بقى كل الناس اللي جايه من امريكا بيقولوا لهم لازم لما تروحوا نابولي تاكلوا باستا الفريدو عند الراجل اللي اسمه الفريدو، فسموها كده. بس هي باستا في المطبخ الايطالي لا، هي مش موجوده اصلا. والله اول مره بعرف. بس ده اختراع امريكاني واشتهرت في امريكا بسبب الممثلين دول، و بقت باستا الفريدو في كل الكافيهات والمطاعم بتاعه العالم كله مش بس امريكا، بس مش موجوده ابدا في ولا منيو في ايطاليا، مستحيل تلاقيها. قول لنا انت عملت هنا ايه بقى؟ انا حطيت شويه دقيق. ليه بعمل الدقيق ده؟ الايطاليين مش بيعملوها كده من غير دقيق خالص. بس انا ليه بعمل المصري بالظبط؟ انا بعملها عشان ان هنا الناس تحبها وتاكلها زي ما هي متعوده عليها، بس في نفس الوقت مش ببشاميل صريح، لان هنا بيعملوها ببشاميل صريح وبتبقى تقيله قوي، بتبقى مش بالنسبه لي انا مش مقبوله. اوكي. فبعمل ايه؟ انا بحط شويه رشه دقيق وكل التوابل اللي ذكرتها قبل كده، احط شويه روزماري كمان وعليهم شويه ثوم وبس كده. انا تبلت الفراخ، ممكن نسيبها في الثلاجه لمده ساعتين او نص ساعه على الاقل، وبعد كده نبتدي نشوحها ونبتدي نعمل الصوص. ليه بقى رشه الدقيق دي؟ الدقيق دي انا بعوضها بعفر الفراخ، ولما انزل الدقيق مع الزبده هيعمل لنا حاجه اسمها رو. الرو ده هو أداة الربط اللي بنتقل بيها كل الصوصات. أوكي. اللي هو ممكن نعمل مثلا لو انت الصوص عندك دي برضو نصيحة، ممكن ست البيوت تستعملها جدا في أي صوص انت صايص منك. تروحي عاملة ايه؟ جايبة طاسة على جنب على عين الصغيرة، في طاسة صغيرة تسيحي فيها زبدة، تحطي عليها معلقة زبدة معلقة دي، تقلبيهم مع بعض، وبعد كده تنزليهم على الصوص الصايص. هيعمل ايه؟ هيتقل، هيربط. اوكي. احنا بنعملها كشفات لما الصوص مننا مثلا يبوظ او يصيص او يبقى ميه، فبنروح على طاسه على جنب ونعمل زبده ودقيق مع بعض نقلبهم نحمصهم. قلنا قبل كده لازم نسوي الدقيق. ايوه كنت هسالك سؤال دلوقتي خطر. بقى تاني خالص، ان انا ممكن لو مش عايزه احمصهم ممكن كوبايه مثلا فيها لبن او ميه وادوب الدقيق واحطها؟ هتشتغل بس ده مش صحي. صح. ومش الصح. طب انا عندي سؤال تاني يا عمرو، هلا بقدر اخذ هاي البيتزا بقدر اخذ هاي الباستا بس اكلها بدون التشيكن؟ انا ما بحب التشيكن مثلا الدجاج ما بحبش الفراخ بالباستا. الفراخ لو ما بتحبهاش بالباستا نعمل ايه؟ مش بقدر اشيلها على جنب ولا ممكن تعمليها بس بالمشروم؟
اوكي وبكون نفس كلهم بس بدون ما نفس حتى كمان البهارات تبعت الدجاج هي هي؟ لا خلاص بقى هنشيل الثوم البودره والبصل البودره ده او ممكن نحط بسيط قوي منهم ما تكتريش يعني أوكي. بس هو ده محتاجينه عشان يتبلوا الفراخ اوكي فاهم قصدي فاحنا طبعا هنا كالعاده بنسخن الطاسه جدا جدا شايفه لحد ما يطلع ايه الدخان اول ما ننزل الزيت يطلع كده دخان كده اهو فكده معناها ان هي سخنت جدا اوكي ماشي هعمل ايه انا عايز الاول احمص المشروم أوكي. وبعد كده هطلعه ماشي او على نار عاليه عشان ما تنزل على نار عاليه طبعا سيب لي شويه اكلهم انا طب الحق لك بسرعه لا هنا. خلاص بقى ناكلهم لما ينزل والله لا ابدا قبل ما ينزل الزيت حبيبتي خلاص كفايه اصبري شويه بس انت اصبري والله طيب بتقولي لي والله طيب وجميل وهنقنق كده والله طيب نقنق يا اختي نقنق ايه هنقنق عليك على فكره معروف ان برج السرطان اكتر برج حنينين وطيبين يا ابني انت بتكب اصلا بتحب على يعني السرطان ده جدا بيحب وهو ماشي يعني اللي هو حبيتها البنت دي حبيتها انا بنت والله بجد بتعلق بسرعه بنفس يوم عيد ميلاد عمر ايوه بنتها 19/7 تعالي نقول لها كل سنه طيبه لان احنا كان عيد ميلادها قريب اسمها ايلا ولا ايلا ولا ايلا يا ايلا كل سنه وانت طيبه تانك يا جوري كل سنه وانت طيب طب وتاليا عشان ما تزعل عشان شهر 2 الجاي يا تاليا تاليا كل سنه طيبه مقدما 23/2 كل سنه طب وانا شهر 4 ممكن تقولي شهر 4 تانك يا جوري يا انا عيد ميلادي قرب انتوا تعملوا لي ايوه انت شهر 12 ولا 11 11 كمان 3 اشهر انا اللي كان عيد ميلادي الشهر اللي فات على طول ما حدش احتفل بيا بينكم نحتفل انت كنت مسافر ماشي اوكي خلاص افكرك كنت مسافر فين مسافر فين قول لهم انت كنت بيروت صح انا في عيد ميلادي كنت في بيروت بس قبليها كنت في 5 بلاد اوروبيه بعمل لفه كده كسرت اجرى كنت شلت كسرت رجلي في اليونان لسه شويه بعرق خفيف هاي خطايا الخطايا الخطايا فعلا انت بتعرف ايش الخطايا لا يعني انه قد ما بيعمل بالناس مشاكل الاخطاء اللي هو عملها والله لا تفكير ذنوب ده الحسد ما انا عمال الف العالم والناس كلها شايفين فاكيد هتحسد ما قالوا لك ما بيصير طب انا بجد عايزه اتكلم بقى في الموضوع ده ان انتوا كبلوجرز والمشاهير على السوشيال ميديا مضطرين ان انتوا تعرضوا حياتكم على السوشيال مش ميديا مش مضطر انا صراحه بحب ده شغلك ده شغلك بس انا كمان بحب فانتوا لما في حاجات زي كده يعني انا مثلا لا مش في انا طبعي مش كائن مش انتوا سوشيال ميديا قوي يعني فانت مضطر ان انت لازم تشير حاجاتك فطبعا اكيد في حسد اكيد هل جات لك فتره مثلا قلت لا انا خلاص مش هشير حاجه لا. زي ما كنت في ايطاليا مثلا لما رجلك اتكسرت او كده لا بالعكس بنبسط بس يصير معاه مصيبه بنبسط لا والله لا اكيد لا محدش نفسه رجله تتكسر او يتجزع بس الفكره انه انا من وانا صغير انا بحب كده ابقى كتير أوكي. انا كتير انا قلت حاجه على بعض حاجه واحده انا عندي طاقه طول الوقت عندي حاجات اعملها عندي انرجي طول الوقت فبالعكس خالص انا بحب ادون وبحب اشوف رد فعل الناس على كل حاجه بعملها يعني انا بشارككم بجد ادق التفاصيل بجد في حياتي انت شفتي وانت شفتي انا ما بقدر ما بقدر لا انا مش فارق معايا انا بحبه بحب اشوف رايهم ساعات بيبقى في كومنتات سلبيه اكيد بس اتعودت ان هي ما تضايقنيش بالتدريب بقى ما انا بقالي بدون دلوقتي داخل في 11 سنه فخلاص بقى عندي بلاده من الكومنتات السلبيه انت مش عاجبك اوكي بلوك ولا بتعمل بلوك للناس طبعا لو حاجه سيئه قوي لو حاجه هبله في ناس اصلها بتراجع نفسها في ناس بتقوم تدخل تشتمك وبعد كده بعد شويه تقول والله انا كنت ما بحبكش بس طلعت شخص محترم وجميل ولذيذ فبسيبهم عشان يوصلوا للمسج الثانيه وفي ناس بيبقوا سلبيين طول الوقت ما بحبكش اكتر كده انت بتموتي فيه من اول لحظه كده